لعبة بلود سترايك بتتحدى عالم الجيمينج كله وبتهدد نجاح فري فاير وبابجي وكل فيديوتي، وهي دلوقتي تعتبر الوحش اللي داخل يكتسح لعدة اسباب. واللي بيعجبني في الشركة انها واثقة في نفسها وبتنزل حاجات رسمية تشتم فيها وتقلل من العاب تانية كتير. وكمان اللي بيعجبني في الشركة دي انها ذكية جدا والمطورين اللي فيها اسكية، بدليل انهم طاروا موعد نزول اللعبة في نفس اليوم اللي كل فيديوتي نزلت فيه اللعبة بشكل رسمي برضو. ودي كانت الضربة الاولى، الضربة اللي محدش اتوقعها، ان بلود سترايك اللي محدش يعرف عنها حاجة تاخد نجاح كل فيديوتي كله لصالحها، وده الدليل على الذكاء. وكمان خلوا اللعبة تشبه لكل فيديوتي بس بجرافيك اعلى ومتطلبات تشغيل اقل. انت متخيل؟ انا بجد حابب اسقف للشركة دي انها قدرت توزن بين حاجتين مهمين جدا كل اللاعبين محتاجينهم، وهو الجرافيك العالي وفي نفس الوقت اللعبة بتشتغل على هواتف ضعيفة بالجرافيك العالي. وعلى فكرة انا هعمل لكم تحدي، لو الفيديو ده وصل 10,000 لايك انا هشحن في اللعبة ووريكم الفاير باس او بيسموه سترايك باس تقريبا، ونحرق الاسلحة كلها. وزي ما قلتلكم ان اللي بيعجبني في الشركة دي ثقتهم في نفسهم، فخليني اوريكم حاجات هتضحككم الشركة دي عملتها. وبجد انت لما تشوف الكلام ده انت هتستغرب، هتقول ازاي الشركة دي واثقة في نفسها كده. بعد نزول اللعبة بشكل رسمي، اللعبة قررت تنزل منشورات تتحدى الشركات التانية وتهددهم. وكان اول منشور اللعبة دي تنزله كان القصد منه اهانة كل فيديوتي بشكل صريح، لان البوست منزلين فيه صورة كل فيديوتي وعاملين عليها تشويش كده، وكاتبين بقى لو عندك جهاز 3 رام او اقل رسوماتنا والجرافيك بتاعنا الواضح هيشتغل على تليفونك. وطبعا القصد هنا كل فيديوتي لانهم حاطين الصورة، وبصراحة شابو ليهم، شابو بجد ليهم، لان انا جربت اللعبة على جهاز مش هقولك متوسط، لا هو اقل من العادي، واللعبة اشتغلت وبجرافيك عالي. ازاي؟ مش عارف، مع ان كل فيديوتي الشركة الكبيرة نزلت اللعبة بجرافيك اقل وكمان محتاجة متطلبات اعلى من 3 رام ومحتاجة اجهزة عالية جدا. وكمان بلود سترايك بتقولك انها هتحمي البطارية بتاعتك ده لو انت بتلعب بايفون، فانت لما تلعب اللعبة مش هتحس باي حاجة في البطارية ولا هتنقص ولا اي حاجة، زي برضو كل فيديوتي التليفون بيسخن حرفيا لما تلعب كل فيديوتي. وده كان اول تحدي بلود سترايك تدخله، وفعلا هي نجحت فيه لان عدد التحميل في اول يوم بس تخطى 30 مليون تحميل، مع ان بلود سترايك دي جاية من العدم محدش يعرف عنها حاجة اصلا. بجد نجاح كبير جدا ولازم كلنا نعترف فيه. وتاني منشور نزلته اللعبة دي تقصد فيه كل الالعاب، فري فاير، ببجي، اي لعبة، حتى صورة كده لجهاز بان ان هو قديم جدا واللعبة شغالة فيه، وكاتبين بقى بفضل الجهود التي بذلها المطورون بتوعنا يمكنك الان الاستمتاع ببلود سترايك على اي جهاز عنده شاشة. انتوا متخيلين؟ انتوا متخيلين بجد؟ بيقولك اي جهاز عنده شاشة واي جهاز عليه واحد رام او اي رام، يعني انتوا جامد جامد بجد. وبيقولك حتى لو معاك ساعة اللعبة دي هتشتغل عليها، او حتى معاك تليفون نوكيا من سنة 2000، يعني بالبلدي كده احنا مش شايفين اي لعبة في الساحة. هم ده اللي قالوه بالظبط، وبصراحة عندهم حق. انتوا عارفين اللعبة دي بتفكرني بايه؟ بتفكرني ببدايات فري فاير. فاكرين لما فري فاير سرقت نجاح ببجي وبدأت تنزل منشورات تشتم فيها على ببجي، زي المنشور بتاع محمد رمضان لما كانوا كاتبين على الجزمه من تحت كده ببجي؟ فاكرين الايام الجامده دي؟ الايام دي رجعت بس عن طريق لعبه تانية. نصيحه، ادخل وحمل اللعبه دي والعبها، لان اي حاجه في بدايتها بيكونوا مهتمين بيها، واللعبه دي بجد كل يوم احداث، كل يوم هدايا من الشركه، واصلا انت اول ما تفتح حسابك بيكون معاك 500 جولد تشتري بيهم اي سكن سلاح انت عايزه. والمقارنات اللي احنا عملناها اللي فاتت دي كانت مجرد مقارنات عن الاجهزه اللي بتشغل اللعبه بس، لكن دلوقتي انا هعمل لك مقارنه بعد ما لعبت اللعبه اسبوع عن حاجه انتوا بتحبوها، وهو الجراند ماستر في فري فاير والماستر في بلاد سترايك. مقارنه قويه قويه قويه، انكم مش هتصدقوا مين اللي هيكسب. بلاد سترايك ما فيهاش هاكرات وفيها نظام حمايه كبير جدا، وانا مجربه لان قابلت هاكر واحد اول ما بلغت عليه اتبنت في ساعتها، يعني مستحيل تلاقي هاكر. وكمان مفيش جليتشات، يعني مفيش جليتش يزودك مثلا في النقاط او في الحاجات دي، وانك تطلع جراند ماستر بسرعه زي لما كنا بنعمل في فري فاير جليتش اللي هو تقعد تصحي اصحابك عشان تزيد في النقط، مش عارف اتلغى دلوقتي ولا لا. وعلى فكره اللجام بتبقى حماسيه جدا، مش كمبره بقى والكلام ده، لا ده في فايتات جامده جدا. الحق اللعبه يا ابني، انت وهو في الاول كده وهي حلوه قبل ما يخشك لوات.
وعلى فكرة برضو انت مش محتاج يكون معاك سكواد، انت ممكن تلعب لوحدك وليك اربع مرات تصحى في الجيم كله، مش في اول 20 ثانية بس او الكلام ده. وبرضو انت مش مضطر تستنى صاحبك انه يصحيك، لانه بيديك تايمر بعديه بتنزل على طول، والجيم بيطول جدا، تحس اكنك في حرب. والكلام ده من شخص بيلعب اللعبة بقاله اسبوع، ومن شخص بقيله جيمين بس على الماستر، وقررت العبهم قدامكم واوريكم الحماس واللجام بتاعت التوبات عاملة ازاي. هشوف بس الصندوق ده فيه ايه، وبعد كده اطلع للعيال اللي بره دي عشان في فايتات جامده قوي بره. هما فين؟ تعال اهو اهو، استنى نوك نوك نوك، حلو قوي. تعال نفنشه بقى عشان معيش طلق، معايا 30 طلقه بس. افنش. تعال، راح فين؟ خد بس، هات بقى، هات حاجتك دي كلها بقى. لا 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 لا، ما تقدرش. سكواد يا جدعان، سكواد ده شكله، لازم اهرب. ايوه كده، اهرب بقى. لا 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 لا، العيال دي لعيبه يا جدعان، كانوا هيجيبوني وانا في البرشوت. احلى حاجه في الشخصيه بتاعتي دي ان انا بعرف اهرب من اي حد بجد. لو لعبتوا اللعبه دي انصحكم. استنى، لا لازم اهرب تاني يا جدعان، لازم اهرب تاني. السكواد كله بيبوش ولعيبه، لازم اهرب. يلا يلا يلا، انا مش لاقي طلق خالص يا جدعان، مش لاقي طلق خالص. استنى. تعال حماده، موت. هات الطلق اللي معاك بقى، هات الشوت جن كده، فنش. هات الطلق. هم 30 طلقه اللي معاك. مش مهم. تعال نخش البيت ده بس. هو نفس السكواد يا جدعان، لا نفس السكواد. هو السكواد ده عايز ايه مني؟ مش فاهم انا. انا عامله دمي بس، العيال دي في ايه مالها؟ مش فاهم. اطلع فوق، احاول الف له. هو في واحد ورا هنا؟ اهو. تعالى، نفس الولد اللي موتته صحوه. ماشي، واحد نوك. صاحبه. لا انا مش هحلك، انا انت عايز تصحيه، مش هحلك. انت فين؟ هو نفس السكواد. لا 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 لا، وحات امك. لا ما الطلق ما يخلص. عاش. الحمد لله. فنش. هات الطلق. هيصحوهم تاني يا جدعان، لسه اصحابهم صاحيين. عايزين نخش الزوم بس عشان ايه؟ في ناس في وشنا. في ناس، خلي بالك. ده نفس السكواد شكله يا جدعان. هما ولا ايه؟ مش فاهم. خش يمين. ايوه افتح له. بتاعنا كده، استنى. اهو. حطوا الدروع بتاعتهم. هبش من ورا. حاول ابش من ورا. استنى كده، يا رب ماجد ولا. ايوه كده. تعال. ايوه تعال. نوك. التاني فين؟ التاني اهو. لا، حرام. انا طالع له اوبن برضو. حاول تجيبهم يا مودي، بالله عليك. وحات امك، حاول تجيبهم. صحيني. لا في ما تصحينيش، في واحد فيهم. طب بص، افنش نفسي. وصحيني انت تاني. صحيني بس بسرعة قبل ما تموت بس. ايوه عاش. نزل لك تاني انا. نزل لك. هو فين؟ هما فين؟ اهو. انمي سبوتد يا جدعان، احنا مزنوقين في ظهرنا الزوم. واحد نوك. ماشي. التاني في ضربه يا اسطى. التاني في ضربه. في ضربه والله العظيم. عايط والله. دم تفى. طيب دم تفى. ايه تلاته لما جيت. حمله دم. الزوم بتقفل يا جدعان. ايه الفوايد دي؟ العيال دي مش عايزه تحلنا. واحد اهو. لا حرام، كنت المفروض جايب اتنين نوك، اقسم بالله. ايه ده، في حد طلع فوق. ايوه هو الواد ده اللي جابني قبل كده، فاضل له تفه، اقسم بالله دمه راح في داهيه. الزوم بتقفل. بالراحه. لازم نجيب حد فيهم نوك بعدين بوش. انا محتاج دم ان شاء الله. يبقى الصندوق ده فيه دم. ماشي. يلا. هم كمان هيخافوا من الزوم، خلي بالك. شمال كده، حمله دم. دمي راح في داهيه والزوم بتقفل. ايه ده؟ الدنيا كلها جايه علينا. اهو هو تحت. دمشته جامد. عاش. انت جبته؟ تعالى. والتاني نوك اهو. فنشه. انت وقعت.
يا جدعان حرام. ايه ده يا جدعان يا جدعان حرام اقسم بالله. ازاي طيب جابني منين؟ اعمل ايه طب؟ الزوم بتقفل وال... احنا كده طلعنا ماستر ولا لسه؟ طيب وريني كده، فاضل حته صغيره، فاضل حته صغيره. وبعد الجيم ده قررت اصعب التحدي والعب اخر جيم سولو سكواد، وعايزكم تركزوا في حركاتي بالشخصيه بتاعتي. اي سلاح بس، اي سلاح والنبي. لا لا الا ده، اي سلاح الا ده. السلاح ده وحش قوي. استنى استنى، بس رجل حد، رجل حد، رجل حد اهو اهو. تعال. لا والنبي والنبي لا والنبي لا. ماشي الحمد لله الحمد لله الحمد لله، عدت سليمه. السلاح وحش قوي يا جدعان. هات الام 4 وهات الكيش. ماشي حلو قوي كده، احنا لوتنا لحد ما حلو قوي. هو في حد، في حد قدام تقريبا اهو 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 اهو. تعال ايوه كده، ايوه بس كده، هو ده هو ده اللي انا عايزه. عاش. افنش بس عشان ايه؟ اخد الفلوس بتاعته عشان اشتري كشف اماكن. هات بقى، هات الفلوس واللوت بتاعك. تعالى ايوه بس بس نوك. كده اللي قصدي على طول. الحمد لله كده السكواد، خلصنا من السكواد الحمد لله، خلصنا من اول سكواد، جبنا السكواد كله. عاش قوي. انا كده معايا فلوس اشتري كشف اماكن. او في حد في وشي على فكره اهو، في واحد اهو اهو اللي انا محدد عليه بالعلامه. تعالى تعالى، رايح فين؟ اموت على الكلايه واموت على 5000 جنيه اللي عليك. طالما عليه البتاع الصفرا دي يا جدعان، يبقى لو موتته هاخد 5000. تعالى. لا لا لا، وحات امك ال 5000 والنبي والنبي. انا هبش عليك عشان نخلصوا من الموضوع ده. تعالى يلا تعالى يلا. انت فين اهو؟ بس حاش. هيت شوت هيت شوت. فنش 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 فنش. في واحد، في واحد على الشمال، في واحد على الشمال، في واحد على الشمال. بقيت السكواد بتاعه تقريبا. هو فين؟ فين اللي كان بيضرب ده؟ فين كان بيضرب؟ اهو اهو ده. بوت 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 يا عم، بوت بقى بوت بوت. عايزين بس ايه كده، معانا 15000. مش بقول لكم لما تموت حد معاه البتاع الاصفر ده؟ في حد جنبي، ثواني. تعالى. عاش. يخرب بيت الهدات. كنت بقول لكم بقى ان انت لما تجيب لما تموت حد عليه البتاع الاصفر ده بتاخد 5000. انا مش عارف ليه حاسس ان في ناس تانية هتيجي يا جدعان. اهو والله العظيم احساس صح. انا سكتت عشان خايف. يا جدع موت بقى، يا جدع موت بقى، اقعد بقى يا جدع موت بقى. ده انتوا سكواد بوتات اقسم بالله. كده المفروض احنا امورنا تمام، معانا كشف اماكن، في واحد في وشنا. تعالى يلا بقى اثبت بقى، يلا بقى ما تتعبناش معاك، يلا بقى هتخلينا اجي لك والله، هتخلينا اجي. طب انا جاي لك، تعالى اطلع فوق هنا يلا. هوبا النوك الجميل، النوك الجميل. اقعد ايوه كده يا جدعان. انا بحب اللعب بالشخصيه دي قوي، الشخصيه دي جامده قوي يا جدعان والله العظيم. الشخصيه دي بحبها قوي، انا اخترعت لها طريقه لعب اصلا، عايز ابقى انزلها لكم والله. في الفا اهو، وفي حاجات وهات ال... لا 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 لا، ما تغفلوناش بقى يا جدعان بقى، وما تخدوناش. تعالى بس كده نوك. فين 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 صحابك ولا فين صحابك ولا؟ عايزين كلات عشان نطلع ماستر، عايزين نطلع ماستر. هو شكله صحابه جايين بجد ولا شكلهم صحابه جايين جايين بجد؟ انا سمعت صوت ضرب من بعيد بس ان شاء الله مش ضرب يعني، ان شاء الله. في صوت ضرب قدامي يا جدعان، في ضرب قدامي وفي العلامه الصفراء، فانا كده هاخد 5000 اهو. في واحده اهو اهو اهو. تعال يلا يلا موت بقى يلا، ده انت فاضل لك تفه، فاضل لك ايوه بس كده. نوك لا مش نوك، قصدي كل على طول. وكان في حد ورا بيضرب بقى، عايز اشوف اللي كان بيضرب ورا ده. يا جدعان اللعبه روح بقى يا جدعان والله، اهو كل شويه اسمع حاجات اصل وما لاقوهمش اهو. تعالى تعالى اقعد بس كده. 11 كل، احنا كده تقريبا يا جدعان هنطلع ماستر. لو كملنا الجيم هنطلع ماستر. عاش والله. المال الحلال اهو، المال الحلال اهو. في علامه صفراء قدامي 5000 جنيه. تعال تعال. اهو اهو تعال. لا 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 تعال. لا انمي سبوتد. الله على الهيد، الله على الهيد وعلى اللعب. الله 12 كل جامد. المال الحلال اهو، المال معناه 28000 جنيه. المال الحلال اهو يا جدعان. هات لي كشف اماكن بقى. في واحد على شمالي وواحد على يميني. المفروض المفروض الكشف اماكن جاب لي ان هو قدام هنا يعني، هو معايا هو هنا المفروض. استنى هستناه هنا يا جدعان، هستناه هنا اهو اهو. اطلع بقى اطلع بقى. لا لا لا
شكله لعيب ولا ايه؟ شكله لعيب يا جدعان، شكله لعيب. نط له ورا. اقعد. ايوه جامده قوي يا جدعان. ايه ده؟ شفته. في حد تاني على فكره تقريبا. لا مفيش حد. عاش والله. يا جدعان كشف الاماكن، جايب لي ان في حد جنبي والله. على الشمال هنا اهو. تعال البي 90. نط عليه، ادي على طول نوك. تعال فنش. خلي اصحابك يصحوك عشان اجيبك تاني. 14 كيلو يا جدعان، يلا بينا. فين؟ اخر واحد مفروض جوه يا جدعان، اخر واحد مفروض جوه. ونقول للمصر يا هلا. أو عاش يا رب نكون وصلنا ماستر بحق الصيام ده. يا رب نكون وصلنا صايم ايه ماستر فيكتوري. حلو قوي. كام كيل؟ 15 كيل. اوعى وشك. فين بقى 15 كيل؟ 4700 دامج. الماستر فين؟ المال الحلال فين؟ العب ودي ماستر يا باشا. واخدنا الرقصه بتاعت الماستر، ادي ورزع. وباي من غير سلام. اشوفكم الفيديو الجاي يا احلى ناس في الدنيا، بحبكم قوي. ولو انت وصلت لحد هنا اكتب هاشتاج اخر دقيقه.